ورؤية أخرى مضافة من الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حامد عز الدين مع الزميل فاروق صلاح. نشوف. كل التحية للأستاذ إبراهيم البنيسي وكل التحية لضيوفك الكرام الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ نبيل عمر، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. مستمرين في تغطيتنا للمؤتمر توقيع عقد رعاية النادي الأهلي والشريك الرئيسي والاستراتيجي للنادي الأهلي اتصالات مصر. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء القيمة والقامة الصحفي القدير الأستاذ حامد عز الدين نائب رئيس مجلس إدارة مجلس أمناء قناة النادي الأهلي. أستاذ حامد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، ونقول النهاردة توقيع عقد رعاية النادي الأهلي والشريك الاستراتيجي والرئيسي شركة اتصالات مصر في مشهد دايما بيليق بقيمة ومكانة النادي الأهلي. الحقيقة انا بقول دوما ان النادي الاهلي هو الارتباط الشرطي بالحق والخير والجمال، فحيثما يوجد النادي الاهلي تجد نماء، تجد عمل، تجد الجديد دوما. وهكذا عودنا الاهلي منذ العام 1907 حتى اليوم. انا وانا جاي وبشوف كل هذه الوجوه جاية تحضر حاجة أو علاقة اقتصادية جديدة بين النادي الأهلي ومؤسسة كبيرة زي شركة اتصالات. سعيد جدا جدا جدا، وأنا حاسس بأنه المستقبل مع النادي الأهلي، المستقبل في إيد النادي الأهلي. وأنا برحب بالأستاذ إبراهيم المنيسي وبضيوفه، وخصوصا الأستاذ نبيل عمر اللي احنا ما شفناهوش بقالنا كتير، والصحفي الراجل اللي اسمه الأستاذ عصام شلتوت. كلام مهم جدا يا استاذ حامد. عايز اقف عند نقطه مهمه جدا حضرتك اثرتها، وهي العلاقه الاقتصاديه ما بين الاهلي وشركه اتصالات مصر في ظل الطفره اللي بيشهدها النادي الاهلي على كافه الاصعده في البنيه التحتيه للنادي الاهلي، وقريبا خلال الايام القادمه يكون افتتاح فرع التجمع الخامس اللي بيسير بخطى متوازيه مع الطفره الانشائيه اللي بتشهدها الدوله المصريه ودور النادي الاهلي كاحد المؤسسات الوطنيه في هذا الامر. هذا صحيح، انه ما يجري في مصر على مدى السنوات السبعة الماضية فاق كثيرا حدود الإعجاز في كل شيء. البنية التحتية في مصر، يكفي أن نقول رقما بسيطا جدا، إنه قبل 8 سنوات كان حجم المعمور في أرض مصر لا يزيد عن 6.5%، اليوم تخطى 14.5%. أن يكون الأهلي شريك في هذا، أن يكون الأهلي جزء أساسي في ده، سواء في امتداداته هو الجغرافية، كنا في منطقة الجزيرة على مساحة 5.5 فدان، أول من فكر في التوسع وذهب إلى شرق القاهرة وإلى مدينة نصر وصنع هذا الصرح الكبير جدا اللي مساحته بتزيد عن 52 فدان، ثم انتقل بعدها الى منطقة اخرى في الشيخ زايد ليصنع صرحا اخر، وداخل الصرح سيكون الصرح الاكبر وهو استاد النادي الاهلي. ثم ها نحن ننتظر اياما قليلة حتى يتم الافتتاح اللائق للمقر الجديد للنادي الأهلي في التجمع الخامس. الأهلي حيثما وجد تغير كل شيء حوله. اسم الأهلي هو البراند الأعظم في الشرق الأوسط، يعني الشرق الأوسط بدوله العربية، مش بتكلم عن أفريقيا لأن الموضوع ده محسوم من زمان. أستاذ حامد، حيثما وجد الأهلي تغير كل شيء حوله، عايز أخد منها الكلام اللي قالته شركة اتصالات مصر يعني أثناء الإعلان عن توقيع عقد الرعاية، إن كانت من الخطط الموضوعة لشركة اتصالات مصر هو إحداث طفرة للشركة والتوسع، فكان لابد من التعاقد مع النادي الأهلي. نعم، أنا بقول إنه ال أكبر براند، أكبر اسم تجاري، مجرد أن تذكره، يعني أنا أتذكر أنني كنت أحد أعضاء الوفد بتاع النادي الأهلي اللي راح يستلم الأرض في مدينة نصر. وقتها سألت عن سعر المتر، وإحنا واقفين ومعنا المسؤولين من محافظة القاهرة، سألت عن سعر المتر فكان 1.75 جنيه قرش.
بعدها بعشر ايام كان الاهلي علق يفط مكتوب عليها النادي الاهلي. فبعد عشر ايام لقيت اتصالات بيا انا، لانه كنت سايب لهم الكارت بتاعي، بيقولوا لي احنا عايزين الناس بتوع النادي الاهلي ييجوا عشان اليفط اللي اتعملت وقعت من الهوا، فعايزينها تتعمل. كنت حريص اعرف طب انتوا لماذا الاهتمام؟ قالوا لانه العشر ايام اللي فاتت زادت الطوابير لحجز اراضي في المنطقة المحيطة بالنادي الاهلي. هذا هو الخير. اما اقول الاهلي هو المعادل الموضوعي للحق والخير والجمال، فانا لا ابالغ مطلقا. بشكر حضرتك يا استاذ حامد، ونتمنى المزيد من التقدم سواء للدوله المصريه او للنادي الاهلي وايضا لشركه اتصالات مصر. ان شاء الله ان شاء الله. مصر الى الامام جدا، والاهلي جزء من مصر. الاهلي القوي جزء من مصر القويه. الاهلي المتطور جزء من مصر المتطوره. الاهلي المتطلع جزء من مصر المتطلعه دوما للامام. الله يخليك. حيثما وجد الأهلي تغير كل شيء حوله. كلام مهم جدا من الأستاذ حامد عز الدين، قيمة وقامة كبيرة. الأهلي المتطور، الأهلي القوي هو جزء كبير جدا من الدولة المصرية القوية والمتطورة. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز الأستاذ إبراهيم المنيسي. شكرا جزيلا يا فاروق، شكرا للأستاذ حامد عز الدين.